غدا إذن جولة الإعادة، ومتوقعين فيها منافسة حامية الوطيس بين المرشحين على 200 أعتقد 222 مقعد. المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، 209 عفوا 209 لجنة بعد تأجيل عدد من الدوائر. المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ومنسق التحالف الجمهوري، هي ضيفتنا في هذه الفقرة، عايزين نسمع منها رأيها في وتقييمها للجولة الأولى من الانتخابات. المال السياسي اللي الحقيقة احنا منزعجين جدا منه، شكل المنافسة، هل هذا البرلمان بالفعل يعبر عن الشارع بعد 30 يونيو، ولا الحقيقة ان احنا امام برلمان فيه فلوس وفيه بلطجة بشكل كبير. سيادة المستشارة اهلا بيكي. اهلا بيكي ووحشتيني بقالي كتير، ما نورتيناش. مش عارفة انت كنتي مقطعانة ليه. لا يا خبر ابيض، انا اقدر ما اقدرش ابدا. دلالات الانتخابات، دلالات الجولة الاولى، اولا دلالات الاقبال في رأيك. شو يا استاذ عميس، يعني احنا لازم نبقى صادقين مع نفسنا ومع بعضنا البعض. بالتاكيد المرحله الاولى بتعكس نتيجه ايجابيه مهمه جدا، انه احنا كنا في الصعيد وفي اسكندريه ومطروح، وبالتالي فالانحياز للدوله المدنيه على حساب التطرف الديني واضح. ده نقطة إيجابية تحسب للشعب المصري، لكن كمان لازم نشوف المشهد بأنه إحنا مش راضيين عن حجم الحضور للانتخابات، لأنه الشعب المصري إدى رسالة بليغة حقيقة. أنا بعتبر إنها رسالة صامتة من الشعب المصري إنه المعروض عليه مش عاجبه. البضاعة مش عاجبه. بصي مش عاجبه، الشعب المصري شعب ذكي وشعب لماح، وبعد ثورتين غير فيهم نظامين الاثنين أصعب من بعض، منتظر يغير مصر، ويغير مصر من خلال سياسات فيها دلالات ومؤشرات. وأنا شايفة أنه لحد دلوقتي إحنا محتاجين نعيد النظر في كثير من السياسات المطبقة، لأنه الشعب المصري حاسس بضغط. الضغط دايما جاي على الصغير، جاي على الطبقات الوسطى وعلى الفلاحين والعمال، وإحنا مش عارفين حتى الأولويات الاقتصادية اللي إحنا بنتعامل معاها هي إيه. والشعب المصري مش هيبقى مرضي لما يبقى بيطبق نفس السياسات اللي قلب بيه للثورة، لأنه إحنا عشنا مرحلة كان كل الحديث فيها عن النمو الاقتصادي مش عن التنمية الشاملة الاقتصادية. والنمو الاقتصادي ممكن يعكس أرقام، لكن تساقط الثمار بقى محل نظر. وإحنا محتاجين إنه يبقى أهم حاجة شغلانة هي إزاي نخفف الألم عن الشعب المصري عشان يكمل بنى بلده. الشعب المصري عمل لقطات عبقرية في التاريخ، وهو في الفترة اللي عاشها بعد ثورة 30 يونيو مارس عبقريته وحمى دولته وأدى واجبه في أنه يستدعي قائد الجيش لقيادة الأمة، لأنه شعر أنه هو مصداقيته لديه أنه انحز الشعب المصري في اللحظة الحرجة، وأن هو يمكن أن يقيم أمننا القومي لأن الأمن القومي في خطر. لكن كمان إحنا عندنا لحظة تاريخية استثنائية حقيقة إحنا اللي فشلنا فيها، ها؟ لأنه إيه؟ في كتير بيحملوا الرئيس إن هو مطلوب منه كل شيء، في حين إنه مطلوب منا إننا نقف قصاد المراية ونسأل أنفسنا، نسأل أنفسنا كنخب سياسية، نسأل أنفسنا كنخب إعلامية، نسأل أنفسنا كنخب ثقافية، نسأل أنفسنا كنخب اقتصادية، هل إحنا فعلاً كانت اختياراتنا صحيحة ودقيقة وحمت أمل الشعب المصري في التغيير وساعدته على أنه يبقى عنده برنامج عمل وطني مدروس ويؤدي دوره فيه؟ سؤال مهم. أنا أعتقد أنه ده كان كتير مرتبك وما فيهوش اللي بنسميه إيه؟ الهدف الواضح اللي يبقى حاسين أن احنا ماشيين، قصدنا 3 سنين 10 سنين بس احنا ماشيين في الخط اللي هيوصلنا لهدف الكل يشعر بالعدل فيه. بس دايما الاشاره واحنا او يمكن ده تعودناه، الاشاره تاتي من اعلى، بمعنى احنا ما تعودناش على الديمقراطيه اللي من اسفل الى اعلى، من الاحزاب فتصل الى رئيس الحزب فيوصل لمقعد رئيس جمهوريه، دايما الاشارات عندنا بتاتي من اعلى، ربما كنا في انتظار اشارات واضحه عن العداله الانتقاليه، اشارات واضحه عن الانحياز لهذه الطبقات، اشارات واضحه عن الاقتصاد، الاشارات دي يمكن غابت في الخطاب الرئاسي مثلا. وليه ما نقولش انه كان في محاولات جديه لاجهاض حتى امكانيه ان نصل لنقطه
فيها يعني العدل يسود. لا بالعكس، انا رايي ان الراسماليه الكبيره في مصر مارست دورا ضاغطا على القرار السياسي، ومارست دورا ضاغطا على الفئات الاجتماعيه بعد أنا 30 يونيو. طبعا طبعا. في ايه بقى؟ ولا بد ان احنا نشوف هي تحملت اعبائها حقيقه، هل تحملت انها لابد انها ما يبقاش القرار دايما ضربته على الصغير، لازم الكبير يعرف انه في تفاوت. وعشان كده لما كنا بنقول انه احنا التحالف الجمهوري قام في 14 يوليو 2013، ده على فكره ده تجمع سياسي مش تجمع انتخابي، الانتخابات دي لحظه استثنائيه بالنسبه لنا. كان الهدف فيه ايه؟ انه احنا محتاجين نعيد تنظيم صفوف الشعب المصري. احنا ما عندناش احزاب حقيقيه ولازم نعترف بهذا، احنا ما عندناش تعبير عن القوى الاجتماعيه بشكل سياسي منظم. طيب اذا كان في عندنا احزاب بتأتمر بأمر الرأسمالية الكبيرة وتمارس اليوم مشهد دامي في الموقف السياسي لأنها بتفسد الحالة السياسية بالمال السياسي عن عمد. طب أنا هقف هنا. وصلنا بقى لمرحلة إن إيه كل واحد فينا عمل إيه. إحنا عايزين نعرف إزاي يمكن أن يكون هناك تقدم من غير ما يبقى في تعبير عن القوة دي وتحتمل بعضها البعض وتصل لمؤسساتها وسلطاتها عشان تدير حوار وطني. طب اسمحي لي هتوقف دقائق، حققت دقائق، لأن الكلام اللي حضرتك بتقوليه مهم جدا. أنا عندي خبر أن أولا السيد رئيس الوزراء قد أوفد وزيرة المصريين في الخارج السيدة نبيلة مكرم للسفر إلى عمان لمتابعة أحوال المصريين الذين سواء من المصابين أو من حالات الوفيات في حادث الجمرك بعمان. ومع على الهاتف سيد سفير خالد ثروت سفيرنا في عمان. سيد سفير مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذة لميس. أعتقد معك الأسماء في أسيوط ويعني ربنا يلطف بينا. خلينا نرجع تاني للاحزاب. حضرتك بتتكلمي على احزاب بتستخدم المال او يعني احزاب راسماليه يعني تعتمد على ظهير راسمالي. طب على الجانب الاخر في مستقلين كتير جدا بيدفعوا فلوس، الفلوس موجوده مش بس مع الاحزاب، موجوده مع قطاع عريض من المستقلين. طبعا لان هو ما هو يعني الراسمال السياسي بيعمل في اي مجال بحيث ان هو الفكره هي السيطره والهيمنه ومحاوله منع اي شكل من اشكال المعالجه للتشوه اللي حصل للنموذج التنموي في مصر. احنا لو كناش هندرك انه الشعب المصري محتاج يتحاور حوالين النموذج اللي هو بيطبقه ده، اولوياته فين؟ اولوياته لازم تبقى نازله للفئات اللي محتاجاها، نازله الفلاح المصري لا يحتمل ان يوجع في مستلزمات انتاجه، ما ينفعش يبقى مش عارف يسوق محصوله لسه ومش عارف في الاولويات. العامل المصري احنا عندنا صناعات استراتيجيه بتنهار، صناعه النسيج في حاله خطيره. طبعا صناعه النسيج والمحله الكبرى اللي كنا بنباهي بها الامم، ايه اللي بيجرى فيها؟ صناعه الاسمنت، ايه اللي بيجرى في اسمنت طوره؟ اللي توقف المصنع تقريبا عن العمل، ايه اللي بيجرى في صناعات وطنيه كنا بنباهي بيها؟ لازم هذه ملفات تتفتح. اولوياتنا ايه في الصناعه؟ ان يشتغل ال 11,000 مصنع اللي ما اشتغلوش، ولا ان احنا نعمل صندوق لدعم الصادرات؟ يعني هو اولى بصندوق للدعم. الشعب المصري عايز زي ما حضرتك قلتي اشارات ان في اولويات لينا. احنا بندير اقتصاد حرب ولا اقتصاد رفاهيه؟ بندير اقتصاد ازمه في ظل ان احنا شايفين انه اقتصادنا عايز ينهض وعايز يعافي نفسه بنفسه، لانه الاول نعظم بلدينا. استاذه لميس مفيش حد بيبني حد، اللي هيجي عشان يستثمر عندنا مش هو اللي هيبني مصر، اللي هيجي يستثمر هيعمل مشروع وهيكسب منه وهيدينا شويه من الكسب وهو هياخد الباقي، لكن اللي بيبني وطن هو تعظيم الثروه الوطنيه. اننا نعيد النظر في هذه الثروه الوطنيه كيف تدار. هل شايفه ان حد من الاحزاب بيقدم هذه البرامج يعني بخلاف التحالف الجمهوري؟ هل الاحزاب بتقدم برامج تكلم الفلاح، بتكلم العامل، بتتكلم على الاولويات الاقتصاديه، ولا احنا بنتكلم بصراحه في صراع بين مصالح ومال سياسي وعشان كده البضاعه مش عاجبه الناس؟ يؤسفني ان اقول لك ان ده صحيح، لانه ما حدش بيتكلم سياسه. احنا شايفين مشهد انتخابي ما فيش حد فيه بيتكلم سياسه، حتى الاحزاب الكبيره زي الوفد مثلا. الاحزاب التاريخيه فقدت قدرتها على الابداع على مستوى المرحله. يستوي في هذا كل الاحزاب التاريخيه اللي لها تجربه، يعني لازم نبقى معترفين بانه هذه الحاله ليست حاله سياسيه ولا يمكن ان تنتج شيء الا اذا كنا مقتنعين باننا لازم ننزل بقى نشتغل شغل سياسي بجد.
ونبقى بنحدد ولاءاتنا. احنا مش معقول يبقى عندنا كل الاحزاب مرهونه بمن يدفع. الوطن ليس لمن يدفع، الوطن دائما شركاء، شركاء في الوطن، اللي بيدفع واللي ما بيدفعش. ازاي يبقى عندنا قدره ان احنا نعمل التوازن ده؟ احنا حاولنا في مشروع سياسي مش مشروع انتخابي، لانه اللي بنى التحالف الجمهوري كان اتحاد النقابات المهنيه، وكانت نقابات عماليه ونقابات فلاحيه، واتحاد الكتاب لما كان الاستاذ محمد سلمامي موجود، واحنا كنا حركه الدفاع عن الجمهوريه. احنا ما كناش نازلين عشان الانتخابات. ده تحالف يكسب؟ ده تحالف بيجيب اساس الشعب المصري، لانه رايح لمين؟ رايح للطبقه الوسطى والعمال والفلاحين، وعايزهم يبقى لهم تعبير سياسي عشان يوزن اللي حاصل فوق. لانه يؤسفني ان اقول انه الحاله السياسيه بتعكس فقط المال السياسي وقدرة الهيمنة، دي ما تبنيش بلد. احنا عايزين البرلمان الجاي شكله ايه؟ عايزينه جمعية وطنية تدير حوار وطني. عشان كده فكرة الاستحواذ حوار وطني فيه اختلاف طبعا رؤى. ويمكن فيه ان يكون هناك رؤى متعددة، في معارضة مختلفة، ويكون فيه سياسات بتقيم وسياسات حكومة بتراجع، لانه احنا ما خدناش فرصة للحوارات الاساسية. ما عدناش مع بعضينا كده في المؤتمر نقول الاقتصاد المصري ده هويته ايه؟ طب اولوياته ايه؟ طب ايه دور الفلاح فيه؟ وايه حقه ايه والعامل؟ وفين الراسمالي؟ وفين المثقف؟ وفين الطبقه الوسطى؟ ما عملناش ده. فاحنا عشان كده بيتم الاختيارات لينا، الاختيارات لما بتتم حتى لو بحسن النيه لا يمكن تبقى مرضيه للشعب. لانه قد يكون اللي بيختار شايف ان ده الانسب لينا، لكنه لم يحاورنا. مصر محتاجه لحوار وطني. هذا الحوار الوطني بالمناسبة ما هوش مسؤولية فقط للرئيس، بالعكس أنا محترمة جدا أنه الرئيس السيسي لم يتسلط علينا، وأنه ترك وكان بيقول لنا كده كل ما يقابل النخبة السياسية يكلمها، كل ما يقابل النخبة الإعلامية ما بيشتغلوش يا سيادة المستشارة، يقول لهم ادونا ذات فكري، ادونا محدش بيقعد يتكلم مع حد. أنا عايز أسألك أنت وأنت إعلامية كبيرة، عملتوا إيه كإعلاميين عشان تحطونا فعلا توجيه استراتيجي للاعلام، وحطنا رساله اعلاميه واضحه، وقولوا لنا ايه الثوابت وايه اللي ممكن نختلف عليه؟ ما بيردوش يقعدوا مع بعض. هل هذا وارد؟ هل هذا شكل اعلام مصر بعد كل هذا الزمن اللي كنتوا طول عمركم بتبقوا فيه رواد وبتاخدوا معاكم ام عربيه باكملها؟ نفس الوضع على المستوى الثقافي، هل يمكن ان احنا نتننا من غير ما يبقى فيه وثيقه تبين للشعب المصري احنا كنا فين؟ واقفين فين؟ ورايحين فين؟ فين الدور؟ احنا عندنا ادوار كتيره في المجتمع معطله، وعشان كده احنا محتاجين فعلا نبقى في محاوله جديه لاستنهاض القوى المجتمع، القوى الاجتماعيه. ولان حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، هو غياب السياسه، وده سؤال، لماذا تغيب السياسه؟ لانه النخبه اللي هي مفروض تقود الحقيقه فشلت في قراءه المشهد ولا المرحله ولا حجم التحديات ولا قادرة تعرف أولوياتها فين. أنا أنت بتشوفيني في المشهد السياسي مع السياسيين؟ بتشوفيني بقالي كام سنة كده؟ ما ببانش. ليه؟ لأنه شايفة أن إحنا قاعدين بيتكلموا في حصص، بنوزع المنابات، وكل واحد فينا يشوف المناب التاني أكبر من منابه، يقوم يتخانق، نسلم على بعض الظهر وبالليل نتخانق والصبح نشتم بعض. ده مش سياسة، ودي مش تحالفات. تحالفات بتقوم على برامج عمل وطني وسياسات وانحيازات كمان. يعني ما فيش مانع ان احنا يبقى في كل واحد فينا يحدد انحيازاته عشان يقدر يقول ان انا بدافع عن مين، وان انا مش عايز يبقى في استئساد من مين. يمكن ده يزعل الكبار ويزعل الراسماليه الكبيره ويزعل الراسماليه المتوحشه ويزعل كل الناس، لكن ده حق الشعب المصري علينا. حق الشعب المصري علينا ان احنا ننصره بعد ما قام بواجبه وحمى دولته وقدر يقف قصاد مخطط جهنمي استهدفه واستهدف دولته واستهدف امته، لان احنا كمان مصر بتحارب معركه الامه العربيه كلها. طب يعني بصراحه كنت اتوقع يعني المستشاره تهاني جبالي والتحالف الجمهوري انه يكون جزء من قوائم حب مصر. ليه هم ما يكونوش جزء مننا لو كان عندهم حاجه يقدموها؟ الحقيقه يعني انا فخوره انه قياداتهم اللي طلعت وقالت ان انا رفضت اني انضم. ليه؟ وكثير من قيادات التحالف رفضوا. ليه رفضتي؟ لانه اولا هذه القوائم ضربت فلسفه المشرع الدستوري والقانوني في بناء القوائم. اولا هذه القوائم وضعت للقوى الاجتماعيه واللي سميت مهمشه وانها مش قادره تنفذ. ما كانتش قوائم حزبيه.
يعني لما فكرة تدخل عليها الاحزاب عشان تاخد محاصصه فهذا في حد ذاته خطا كبير. احنا بنشرح للناس ان فكره القايمه هي كانت القوى الاجتماعيه قايمه على القوى اللي هي ما تقدرش انها تنزل، ما عندهاش الفلوس، ما عندهاش الامكانيات بالظبط. وبالتالي فلما يبتدي يبقى بيزاحمها الاحزاب، وبعدين بيزاحمها بايه كمان؟ بيزاحمها بمين اللي هيدفع؟ فاللي هيدفع ياخد حصه اكتر، فبقت القايمه لمن يدفع. وفي نفس الوقت بقى الاخطر من ده انه اما تدخل القايمه البرلمان، انا عايز اسال، القايمه القانون بيقول كل واحد هيحتفظ بصفته الحزبيه وصفته المستقل. طيب هذه القايمه هتتفك اول ما تدخل طبعا، لان كل واحد راجع لحزبه، هيؤتمر بامر حزبه، ولا القايمه دي عندها فكره سياسيه، عندها رؤيه سياسيه، عندها اي برنامج تقدمه؟ يبقى دي مجرد ايه، مجموعه اجتمعت عشان موقف انتخابي. احنا ما عندناش ده، لانه عندنا قوة اجتماعية عبرت عن نفسها وقالت ان، بالمناسبة قياداتهم ما نزلوش، يعني في بعض الاحيان كانوا بيفسحوا من المجال لانه يجي اخرين، ما كانش في خناقة عندنا. ليه؟ لانه فيش حصص، فيش حد جاي علشان امل انه يدخل برلمان. لا، احنا عايزين نعبر عن القوة الاجتماعية يا جماعة. لازم يبقى كل القوى اللي في المجتمع ممثلة في هذا المكان عشان تدير الحوار وتصل لنقطة السلامة الوطنية مع بعض. الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده عظيم جدا، لكن ده مش شكل البرلمان اللي أنا شايفاه، ومش شكل المنافسة اللي أنا شايفاها. أنا شايفة منافسة للأسف تقوم على المال السياسي، تقوم على العائدون أو على العائدين من الماضي من الحزب الوطني. يعني الشعب المصري فرز التطرف الديني وفرز حزب النور وقام بدوره، لكن أنا عندي العائدون من الماضي وعندي المال السياسي، هما دول الاثنين المؤثرين اكتر على المنافسه هذه المره للأسف. والله والله شوفي بقى، احنا حاولنا نحط نقطه في الوسط كده، نقول احنا لا دول ولا دول، وفي نفس الوقت ما مارسناش محاوله الاستحواذ كمان يا استاذه نميس. كان ممكن الاتحاد الجمهوري يقدم الاربع قوائم، لكن قلنا لا، بلاش يبقى في منطق الاستحواذ، خلونا نعمل سلوك سياسي محترم. احنا هنقدم قايمه واحده للقاهره والدلتا، وهنحاول فيها يبقى الشخصيات اللي موجوده بتمثل فعلا قوه اجتماعيه، وبتمثل كمان قيم وطنيه، قيمه وطنيه فيها كفاءات حقيقيه، فيها ناس تقدر تشيل المسؤوليه. ولو حضرتك استعدتيها، وانا هسيبها ليكي تقريها بنفسك وتشوفي حجم هؤلاء، في شخصيات في مصر لم تستدعى لاداء دورها الوطني رغم ان العالم كله بيقف لها اجلالا. امتى هنستدعيها عشان تبقى لها دور؟ لازم يبقى عندنا كمان شجاعه تجديد النخبه. ما ينفعش نبقى احنا 90 مليون وبندور في كراسي موسيقيه في 100 شخص. ها؟ نستدعيه من هنا يبقى هنا، وبعد هنا يبقى هنا، ده كلام ما يقيمش دول وما يقيمش امم. والشعب المصري محتاج يشوف قدامه جديد، ويشوف قدامه رؤيه وفكر. يوم ما عملنا لجنه الخمسين الاقتصاديه مع منتدى التنميه المستدامه، قلنا 50 جم 150 وضعوا برنامج عمل وطني لمصر لمدة 10 سنين. إذا إحنا عندنا كفاءات تسمح لنا بإننا نمتلك أوراق بالعلم، تغير التعليم وتغير الصحة وتشوف تعالج إزاي ثغراتنا الاجتماعية. لازم نفكر، ولازم نبقى عندنا رؤية وعندنا فكر وعندنا برامج، ونبتدي نحاور بعض فيها. دي اللي ممكن نتنافس فيها، مش ممكن يبقى تنافسنا هو على المزاحمة بالأكتاف عشان كراسي. لا والله، لا يساوي مقعد في مجلس الشعب والمجلس النواب جناح بعوضة. لكن الشعب المصري يستحق ان احنا ندافع عنه، لانه هو تعب، لانه خرج، لانه غير، لانه يستحق ان بلده تبنى من جديد على اسس جديده. الاحزاب، وحضرتك كنت بتتكلمي عن الاحزاب، شايفه ان الاحزاب يعني احزاب الوفد اليسار المصري دي احزاب لم تنجح في حشد الناس، حتى مقاعد الاعاده اللي هي بتعيد عليها الحقيقه انها مقاعد ضعيفه جدا. طبعا طبعا، وفي خطوره كبيره جدا، لانه كمان الشعب المصري كان حائرا، لانه كتير من الكافئات ممكن تبقى في شخصيات كويسه موجوده لكنها لم يسلط عليها الضوء. امتى بيسلط الضوء على كافئات جديده؟ لما الاحزاب تقدم طبعا، لما الاعلام يحط كشاف. انا كنت اتمنى اشوف في بعض الاحيان دائره من الدوائر المهمه او الساخنه يجي كل المرشحين اللي فيها يدار معهم كتار قوي، بيبقوا حاجه و70 حاجه و60، ننتقي نختار يعني، نعمل شكل في مشكله من اشكال بس احنا جبنا عدد من الدوائر الحقيقة. طبعا الدفع المجتمعي كان ممكن يبقى له ترتيبات اخرى في الارض. احنا بنجري انتخابات فعلا صعبه قدام الشعب المصري، لان هو طالبين منه انه يختار، واحنا بنديله حاجه مبهمه
ومش عارف يختار ومش عارف مش عارف مين الكويس ومين اللي مش كويس. مستقبل وطن رايك فيه ايه يا سيد المستشار؟ والله يعني انا يعني نفسي اعرف يعني امتى كبر باعتبار انه صوره محمد بدران مع الرئيس بقت بتسمى مستقبل. لا يعني احنا محتاجين فعلا ايمان بشباب مصر بشكل اعلى من كده. شباب مصر معناها الفكرة الملايين، الفكره مش صوره مع الرئيس. شباب مصر معناها الملايين، وشباب مصر معناها ان يبقى عندنا شجاعه، ان يبقى عندنا اليه وطنيه للشباب تجمعه من اسوان لاسكندريه، وشجاعه ان يبقى عندنا كمان رؤيه لتمكينهم الاقتصادي والسياسي مع بعض، ونبقى بنبنيهم على اساس انه ده عمل شعبي وجماعي. ما ينفعش فيها نختار شويه كده وبعدين دول يبقوا من ما ده مستقبل وطن ما ينفعش. حزب الحركه الوطنيه احمد شفيق برضو لم يحقق اي شيء زي ما كنا بنقول. شوفي انا هقول لك بصدق، لانه فكره انه اعاده انتاج الماضي غير وارده، دايما التاريخ لا يعود للوراء، لكن اللي بيحب يقدم نفسه لدور جديد لابد ان يؤمن بشرعيه جديده، ويقدم نفسه برؤية تتفق مع التغيير اللي حصل في بلده. فيش حد بيقول انه كل اللي موجود بيتقفل عليه الباب وما بيبقالوش دور، لكن امتى يبقى له دور؟ كان بيبقى دايما مطلوب انه اخلص الناس واكثر الناس استعدادا للعطاء واكثر الناس استعدادا لقراءة اخطاء الماضي، لانه كمان الشعب المصري لحد دلوقتي منتظر ان يحاسب النظامين اللذان سقط بالثورة. ده ما تمش، وده احد اخطاء اداره العداله الانتقاليه في المرحله الانتقاليه، والكلام ده يمكن قلته اكتر من مره وبقوله تاني، انه كل ما الشعوب تحس بان هناك من سال السؤال التاريخي محاسبة، ما الذي حدث وكيف حدث ومن المسؤول، عدل. لانه ده درس تاريخ نملكه احنا وولادنا عشان ما يكرروش اخطاء الماضي. مسألة مش ان احنا بنذبح بعضينا ولا ان احنا عاملين نفس، لا هي فكرة المحاسبة والعدل والوصول لنقطة كمان ان انا بعرف انه يمكنني ان ادفع ثمن ما اخطأت فيه. يعني مش ممكن يبقى احنا بنطبطب على الفساد وبنطبطب على وبنصالحهم في اوض مقفولة حتى احنا مش عارفين بيصالحوهم على ايه. يعني وعلى المناسبة ده خطأ دستوري، لانه تسليط السلطة التنفيذية على احكام قضائية بتقول ان في فساد وان في استحلال للمال العام خطا دستوري. حضرتك كنت بتقولي انه التاريخ لا يعود مره اخرى، لكن الحقيقه انه اعضاء الحزب الوطني بيعودوا مره اخرى. ما مش اعضاء الحزب الوطني بس هم المشكله، المشكله سياسات ما طبق قبل قيام الثوره، لانه السياسات هي المشكله مش الافراد. سياسات نفسها، سياسات النيو ليبرال اللي حكمت مصر قبل الثوره وبدات تتحدث عن انها التكدس، بصي تركيز الثروه والسلطه في الاقليه على حساب الاغلبيه، ما ينفعش. اما اننا شركاء في وطن واما الشعب المصري مش هيقبل بده. اذا كنا احنا مستعدين اننا نفكر في الوطن العادل، فالوطن العادل ليه عناوين غير اللي احنا شايفينها قدامنا. اسمحي لي نخرج فاصل قصير وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار مع سياده المستشاره تاني الجبالي. الوطن ليس لمن يدفع. اهلا بكم من جديد المستشاره تهاني الجبالي. سياده المستشاره، شكل المجلس متوقع يكون ازاي؟ اولا هذا المجلس سيكون فيه سيوله، لانه ما فيش حد عنده برنامج زي ما قلت لك، برنامج عمل وطني واضح ومحدد الا الاتحاد الجمهوري. لازم اقول كده، احنا الوحيدين اللي طلعنا ببرنامج سياسي فيه 10 نقط التزمنا بيهم، وبالتالي فهم برنامج للتنفيذ. لكن الباقي بقى هيدخل هيبقى ايه؟ كتل سائله، وبعدين هتبتدي تتجمع جوه على الموضوع، وبعدين على الموضوع بقى ممكن اللي يعني افسدهم الناس وعلموها انها بالفلوس بتشتغل، ما انيش عارفه هم خدوا عليهم كمبيالات ولا شيكات الحقيقه. وبعدين وقت الجد هيجوا في اي موضوع هينحازوا لايه خوفا من ايه؟ يعني تحسي ان المجلس يعني ده ما انتيش عارفه فيه مين الموالاه ومين المعارضه؟ لا، مين الوسط؟ مين اللي بيدافع عن العمال والفلاحين؟ مين في غايبه ل اللي هو ايه الفرز السياسي الصحيح. ممكن احترم ان في احزاب يمين ورايها كده،
لكن كمان في حاجة اسمها وسط وفي حاجة اسمها يسار وفي يسار وسط وفي يمين وسط عشان الناس تبقى عارفة ان في تنوع. اظن ان النواب نفسهم ما يعرفوش لا يمين وسط ولا ولا حاجة وسط ولا وسط ولا اي حاجة. احنا 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 لازم يعني نطهر الحالة السياسية اكتر ونؤمن بان هذا البلد يستحق ان يبنى بشكل صحيح وناخد خطوات جسورة عشان يبقى في بيئة حاضنة فعلا. لكن اما يكون احنا ما خدناش خطوات كتيره بنعيد انتاج كثير من الاوضاع اللي احنا كلنا كنا ضدها، فمش غريب بقى ان المال السياسي يدخل عشان يشتري البرلمان ويشكل الحكومه ونرجع لحكومات ما قبل يوليو بقى اللي ممكن يعني رجل اعمال ولا اتنين يدفعوا مرشاوي يقوموا يسقطوا الحكومه يقوموا يعملوا الحكومه. ده مش قبل يناير، قبل يوليو. اه طبعا، لانه سيطره راس المال على الحكم معناها ان احنا في النهايه نبقى اسرى في ايدي من يملك. طب وهذا الامر لابد ان يكون فيه وقفه لدوله القانون. هو ده السؤال، دوله القانون فين الدوله هنا بقى؟ حضرتك بتكلميني عن سيطره راس المال على الحكم، الدوله هنا فين اشاراتها الواضحه ان هو قال انا لن اقبل هذه السيطره؟ المهم ان انتوا في الاخر الاعلام يبقى واقف مع الـ مع الـ مع القرارات اللي ممكن انها تقف في مواجهه ده، لان انا بخاف من الاعلام ده. مش كل الاعلام، الاعلام الحقيقه هيبقى منحاز. لا معلش خلينا نقول بس ايه، مش كل الاعلام ومش هيبقى قادر يقف قصاده. وفي بعض الاحيان انا بتهيألي ان انت حتى ممكن تجيبيني المره دي وما تجيبينيش بعد كده. ليه؟ المهندس محمد الامين هيزعل. لا ما اعتقدش انه هيزعل، وعمره ما بيتدخل. عايز اقول لك حاجه، احنا بصدق شديد جدا بنقول لهم كلهم هذا البلد ما زال في خطر، وهذا البلد ما زال محاجة لتغيير جذري، وأنه استمرار الأوضاع على ما هي عليه الشعب المصري مش هيقبلها. مش هيقبلها لأننا بنشوف عمال وفلاحين وبنشوف حجم السخط اللي في وسط الطبقة الوسطى ومش عاجبهم الحال. ما تتسمروش في الضغط على مفاصل كل القرار علشان يبقى إيه إحنا ومن بعدنا الطوفان، لأن ده خطر، خطر على مصر كلها، والشعب المصري مش هيقبل بده. ولابد ان احنا نبقى عارفين ان لما بنبني سلطات بنبني سلطات عشان تدير بين كل حتى المختلفين في المصالح حوار يصل بينا النقطة نبقى كلنا حاسين ان احنا شركة في البلد دي. مش ممكن يبقى الضغط كله على 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 الصغير ومحدش قادر يحس بيه، ما عادش عنده حاجة يقدر يقدمها. الشعب المصري بيئن، والشعب المصري لما يئن يبقى مهمتنا الاولى هي ان كل قرار وكل قانون وكل السياسة بتطبق تبقى حساباتها حسابات اجتماعية. يوم ما نبقى عندنا هذا الشعور بالمسؤولية فتبقى الأمور أفضل مما وده سؤالي عندنا. هل شايفة أن كل يعني بعيدا عن الإعلام، إعلام ممكن يكون فيه جزء منحاز للقطاع الخاص بس لازم يكون فيه إعلام آخر، فين إعلام الدولة؟ مش إعلام، مش مسألة قطاع خاص يعني. أي قطاع خاص لازم نبقى إحنا مش ضد أن الناس تشتغل والناس تكسب، لكن ضد التوحش، ضد اننا يبقى حاسين ان مصالحنا ممكن انا اشتري بلد بفلوسي. الشعب المصري لا بيتشارى ولا مصر بتتشارى. التوحش ده ضوابط الدوله ورقابه الدوله، وهي الدوله التي تاخد قرار وما ترجعش فيه. طيب الحكومه يوم ما فرضت مجرد يعني ضريبه رجعت على الارباح الراسماليه في واحنا كنا مع هذه الضريبه واحنا كنا مع هذه الضريبه طبعا. ازاي يبقى في ضغط على القرار بحيث ان هو يرجع لما يمس الكبير واذا مس الصغير يعدي محدش يناقشه. وعلى فكره والبورصه بتقع برضه، البورصه بتنزل برضه يعني حتى بعد يعني الغاء هذه الضرائب. يعني البورصه دي بالنسبه لي محل نظر، انما انا اللي يهمني وجيعه الشعب المصري، حال فلاحين وعماله وحال الناس اللي هي الطبقه الوسطى دي اللي احنا عايزينها يعني هي بتعافر، اللي عايزينها تعيش. بس هيشتغلوا بانهي لائحه سياسه مستشار؟ لائحه المجلس. طبعا انا نبهت قبل كده ان اللائحه فيها يعني خطر دستوري، لان في نصوص فيها مخالفه للنصوص الدستوريه النافذه الان، وبالتالي فاحنا لابد ان يكون هناك تعديل على هذه اللائحه في النصوص المخالفه للدستور، اما بتعطيلها او وقفها او اصدار قرار بقانون. انا قلت ان في حاجه اسمها لوائح الضروره، في بعض القانونيين مختلفين على ده، لكن انا رايي انه ممكن تصدر كلائحه ضروره وتعرض على المجلس فورا انعقاده، دي ممكن تناقش خلال 15 يوم، بس يبقى في مشروع للائحه فعلا تتجنب العوار الدستوري، لانه خطر جدا المجلس يجتمع وياخد اجراءات حتى لو كان انتخاب هيئه مكتبه وانتخاب اللجان في ظل لائحه فيها عوار دستوري. لكن هم هيخشوا يختاروا حتى رئيس المجلس والنواب ازاي بانهي لائحه؟ هي اللائحه موجوده لكن هي لازم تنقى، لازم يبقى في مشروع لائحه مؤقته
بحيث ان هذه اللائحه المؤقته يقرها الاعضاء وتسري بمجرد ما يبدا المجلس. يعني الجلسه الاولى بتبقى جلسه الاجراءات، بيبقى فيها طبعا رئيس السن، واحنا عارفين اجراءات اكبر الاعضاء، لكن سنة. كبير اكبر اعضاء سن، لكن لابد قبل ما يبتدي اي اجراءات يتم فيها اقرار اللائحه المؤقته، والمجلس يملك لائحته فيما بعد، يمكن انه يغير فيها اللي هو عايزه او يصلح فيها اللي هو عايزه. ترشحي مين بقى لرئاسه مجلس الشعب؟ لا، من العيب ان احنا نقول الكلام ده قبل ما ينتخب المجلس، لانه رئيس المجلس ملك لاعضائه، هم اللي ينتخبوه، لانه اي ترشيح من خارج المجلس انا اعتقد انه فيه انتهاك حتى يعني لقيمه مجلس النواب. لكن احنا محتاجين معايير نضعها ونتمناها، وانا شخصيا ما يهمنيش فيها انه لو توفرت في شاب، يا ريت يبقى في شاب رئيس لمجلس الشعب النواب واحنا كلنا نقف في ظهره. ممكن امراه؟ يعني ايه المانع، عندنا ستات اسود تقبل مستشاره تاني جبالي يعني. لا مش انا، ممكن افضل مني كتير، نزل لنا ستات يعني. على فكره استاذه لميس، المراه المصريه في حاله اضطهاد علينا ان نحافظ عليها. انت مش عندنا، عندنا الدكتوره انهار حجازي والدكتوره فاقر رفاعي، وعندنا كتير من الشخصيات، مديحه عماره وستات يعني مش قادره اقول لك شكلهم ايه. يعني المفروض ان احنا نبقى مؤمنين بانه في كفاءات اخرى موجوده ويمكنها ان تؤدي دور. يعني احنا مش عايزين نبقى اسرى الاسامي اللي بردتها كل يوم، لان كمان انا حاسه بالاهانه. ازاي احنا متصورين انه ربما هذا المجلس ينتج حد احنا مش شايفينه؟ لانه هي المساله مرتبطه بايه؟ بمن يثبت وجوده ويثبت دوره ويثبت كفاءته السياسيه، رؤيته السياسيه، يكون قادر على اداره مرحله انتقاليه وتاسيسيه. احنا لسه في مرحله انتقاليه وتاسيسيه، لديه رؤيه لتطبيق يعني تشريعي يحقق امال الشعب المصري بعد ثورتين، يفتح الطريق لتطور ديمقراطي حقيقي، يفتح الطريق لتطور اقتصادي يعظم قيمه الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري اقتصاد حقيقي، احنا مش اقتصاد ريعي، احنا اقتصاد فيه مقومات زراعه وصناعه، فيه مقومات تجاره حقيقيه، فيه غائبة عن الاهتمام. لكن عشان نستمر في مرحله ان احنا شديد نفكر ونبدع، انا اتمنى انه يبقى الايمان هو بالعمل الجماعي، الايمان بالفكر اللي يخرج من نتيجه ان الكل قاعد فكر مع بعضيه، هو ده املنا. ونتمنى انه يعني المبادئ اللي حضرتك بتتكلمي عليها تكون ممثله الحقيقه في مجلس الشعب، اللي احنا شفناه مش قوي زي ما حضرتك بتقولي، ولكن نتمنى الناس تحسن الاختيار في الاعاده غدا هذا. ونتمنى ايضا انها تحسن الاختيار في الجوله الثامنه، ولازم نعرف انه الباقي هو انه الشعب المصري لن يصمت امام اي من كان حين لا يحقق له ما تمناه. أنا ثقتي في الشعب المصري بلا حدود، وثقتي في إن هو قادر على إنه يفرز ويجدد ويغير، لأنه يعني إيه، مفيش حاجة اسمها إحنا هنستقر على حاجة إذا كانت باطلة، الباطل جولة دائما. وفي النهاية أنا يعني مش عايزة أقول لحضرتك إنه الهدف الرئيسي لازم يبقى إيه؟ إن إحنا نستنهض حالة الشعب المصري لتظل في اضطهاد. مش عايزين شعب مصري ييأس ويدخل الثبات التاريخي ده، ويلف لنا ضهره. عايزينه يبني بلده، ومفيش حاجه حد هيبني بلده الا الشعب المصري. بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشاره هاني الجبالي، نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا سابقا ومنسق التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعيه. للقوى الاجتماعيه مش السياسيه. وحشنا كلام السياسه الحقيقه، مفتقدينه بقالنا فتره. قوات الشعب